يسأل يقول عن سترة المصلي إذا كان يصلي على كرسي. سترة المصلي إذا كان يصلي على كرسي. الأصل في السترة أنها سنة مؤكدة على قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السترة في الصلاة واجبة. وأما حدود السترة أو السترة أين تكون، فكانت ثلاثة أذرع أو ذراع في حال السجود، يعني ثلاثة أذرع في حال القيام. في حال السجود تتقدم أنت، طبعا تسجد للأمام، فتكون ممر شات بينك بين محل سجودك وبين سترتك. هذه هي السنة في الستر، إن تقدمت أو تأخرت قليلا لا يضر. يقول طيب بالنسبة للذي يصلي على كرسي، الذي يصلي على كرسي يجعل سترة إليه قريبة منه، أقرب من ذلك، لأنه لن يسجد أمامه. لكن إذا قصدت كيف نمر؟ طيب إذا كان إنسان لا يصلي إلى سترة، فبعض الناس يتحرج في المرور أمامه، يعني إذا كان وضع سترة من وراء السترة تمر الحمد لله انتهى الأمر. لكن إذا كان يصلي إلى غير سترة، ما في سترة، وأردت أن تمر، كم تعطيه مسافة؟ يقول أهل العلم تعطيه مسافة سجوده، تقدر أين يسجد، هنا مر بعدها أبدا. فإذا كان يصلي على كرسي فكذلك، يعني كم سيتقدم عندما ينحني، إذا كان ينحني، إذا كان يسجد لعله عاجز على القيام لكن ما عنده مشكلة في السجود والركوع. طيب فإذا كان يسجد على الأرض فتقدر أين يسجد، إذا كان لا يسجد على الأرض تقدر إلى كم يتقدم ثم تمر بعد ذلك.